عاطبة الزبونية وعاطبة السياسة وعاطبين كيف قال واحد الوحدات هذا ما خلاه مدير قد يقول له يقر له كان الرجل منين يدار في المكان المناسب ويعرف علنها فيها عجز وفيها شيء ما يقدر ولهم ما طلع لدراسة يقول آها صملك مع كامل احترامي عليها مدير كبير وأنا إنجينير ولا يقدر يخطط له هكذا به اللي يخبر هو في الناس من التخطيط ومنين قال لي جيب ضو البلاد الفلانية والله جيبوا البلاد الفلانية يقول آها هذا ما قد نعدله بيا اللي ميزانيتي ما يلحقته وثانيا ملي ما عندي طاقة قد تعدله وثالثا الدولة ما هي الوكالة هذه الهيئة اللي عندي ما هي صار حاله يقول أنا قالبني قطي هذا لهم ولا هنرصف وندير هوك وندير هوك هذا ما هو صالح ولا يقدر التسوري به الدولة والدولة ما تفتنا بالكذب سادة الدولة ما تفتنا بالكذب والمواطن ما تلا جاهل اللي عاد كان محيل للناس عنه جاهل رأس سنة والله سنة وست أشهر من الديمقراطية وقال له في هذا كامل وعيطة الناس فيها وقالت اللي هنقال وعاد العاد ما كان واعي عاد واعي ولا تخزي به المعلومة ولا يخزي به نائب آخر ينقال له لا الحقيقة ويا الله تحدى له يقول له شي يقول له الحق المواطن الموريتاني اليوم عاجز في كل شيء عاجز في مصادره البشرية وعاجز في وكيله وعاجز في شرابه والأسعار لاحق القادة تلحق والضوء قاع مشكلته أطم من ذا أنت عجزت عن تعطي مولي أنا شفت مواطنين هون يعدلوا رواية زين لك من ذا منين يعودوا في حي سكني قصرة تقريبا على سبيل المثال كيف شادوا به وحدين يقبضوا مجموعة من العليات وياسر فيها وحضرت لها بعيني قبضت مجموعة من العليات وقالت عنها ماشية الدور ينعطى لها أمبرانش ماهم للإلكتريسيتي يعود في المنطقة اللي هي فيه قال لها أها لا ما يقدر صح فرض عليك تعود مشرع لك تراب انت تعود تراب ما شرعيه وتواقتك ما متامين ما يقدر نعطى لك هذا يقول شفنا روايه اخرى شفنا واحدين اخرين ما نعرفوا قاع من منين جايين دي كليانتين ماشيين هم واحدين اخرين يعدلوا لهم التجاره صنع لك يقبضوا لهم يعطيهم برانش ماهم من كابل من كوفر بزرهم ويتموا هم يوزعوا على المواطن كل بليده وسلوكهم مده وكل شيء كارد وكره وكل بليده مدود فيها هذا بدل من ينقال لنا عنه عن هذا زين وعنه يتواسى ينقال لنا عن هذا قبيح للمدينه اولا يضرب سياره الى خالط منه وانقطع الكهرباء قدها معناه ان لا يتعدل مشكله وتنفشر وطن بيشير الخلاقه الى السدر في القصر به اللي قد ياخذ من زرد كابل المقطع ويموت هذا يا رتي وخذ علي اخرى ما هي ذيك هذه صنع لك اللي تنقال لكم سيد الرئيس والساده النواب والساده الوزراء راهي لك فكتيرتها يا ونيه واجعه الا على الضعيف لقني هذا هم هون ما قط خرص دار واحد منهم ويمتشى من عند القاني يجي صاحب الصنع لك البسيط لا جاه اللي جاي ريلي فيه لكونتر ويقول هذه دار فلان يربط العائلة من عنده ويتخطاها ويقيس دار فلان الفقير اللي في زره ويدير عليه ذاك اللي على فلان القاني هذا موجود ويعقب يجي هو يقول له منين افطن تتعاون معايا رد عنك هذا اللي مديره عليك وندير عليك شوي منين تم تتعاون معايا انا تعطيني هذه الشركه هذا اللي الوساها مانع عن الناس وعن لاكيت وعن الحبس وعن السم وعن التراب وبات يحبسونا كاملين وحبسوا صنع لك وحبسوا اللي معاها يا غير حبسوها على دراسه حقيقيه وعلى مده معدلين انكت وقوموا يا النواب اللي تنقضوا وتقولوا عدلوا ان الكوميسيون دانكت وانكتوا صنع لك وانكتوا غيرها وحبسوهم يا غير لا تموا